لسنه تانية على التوالي استضاف المتحف المصري الكبير حفل تكريم الفائزين في مسابقه الاحتفال بالتراث المصري من خلال الفن، واللي شارك فيه طلاب موهوبين من المراحل الدراسيه المختلفه من عدد من محافظات الجمهوريه. الفعاليه دي من خلالها تم عرض كل الاعمال الفنيه المشاركه في المسابقه في المتحف المصري الكبير، وده الموقع او نقدر نقول كان حاجه ملهمه جدا لاجيال من شباب الفنانين الصاعدين. خلينا نتابع التفاصيل. تحت شعار ما بين الماضي والابتكار، استضاف المتحف المصري الكبير معرض فنون الطلاب ومسابقة الاحتفال بالتراث المصري من خلال الفن بمشاركة عدد من الطلاب الموهوبين من مختلف محافظات الجمهورية. المعرض بيضم أكثر من 1500 قطعة فنية متنوعة في مجالات الرسم والكولاج والتصوير والفنون الرقمية، بالإضافة للأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد. احنا بيشرفنا المتحف الكبير بيستضيفنا للسنة التانية السنة دي، وبشراكة معاه ومع أرت كايرو بنعمل كل نقدر نعرض شغل الولاد ده لمدة أسبوع بحاله، من أعمال الطلبة من أولى ابتدائي لثانوية عامة. تقريبا فوق 1500 عمل السنة دي موجود. المتحف المصري الكبير يمثل يعني ركن أساسي، لما يفتح كمان رسمي ده حاجة كبيرة جدا وشرف كبير لينا، وكان بيبقى أكبر متحف في العالم بحضارة واحدة. فالولاد ان هو شغلهم معروض لمده اسبوع بتمثيلهم ان هو بين الماضي والمستقبل والحاضر، الاعمال كتير منهم بيعكسوا الفكره دي وشايفين ازاي المستقبل شكل البلد شكل العالم من ناحيه كل ناحيه، من المناخ من التكنولوجيا من السكن شكل الناس نفسها. انا اشتركت في المسابقه وكسبت المركز الاول. ما كنتش عايزه ارسم حاجه تقليديه كده وزي الناس كلها داخله مثلا هيرسموا اهرامات حاجه كده قديمه على مثلا تاتش حاجه مودرن، انا مش عايزه ما كنتش عايزه اعمل كده. فقلت اجيب مثلا بنت حلوه كده ويعني مديه على مودرن شويه، وفي نفس الوقت يعني بتعمل حاجه قديمه يعني بتعزف على البيانو كده. الفكره المودرن بتاعتي ان انا حطيت بدل البيانو يعني الورق اللي هي تشوف الميوزك عليها، قلت احط بدلها ايباد مثلا عشان تدي الفكره الماضيه. انا فزت في المركز الثاني ومشاركه في الفنون، وعملت كولاج بيتكلم عن تطور التكنولوجيا، واستخدمت فيه الكولاج والميكس ميديا وطورت ورسمت على تطور الماضي والحاضر في التكنولوجيا. انا اللوحه بتاعتي بتتكلم عن الزمان والدلوقتي والمستقبل. بتاع زمان بيتكلم عن احنا كنا ازاي زمان، كنا هل احنا كنا في حاله يعني فيها زراعه وفيها حاجات جميله جدا، احنا هل ده احنا دلوقتي الزراعه ما بقتش بتبقى فيها كتير، بقت دلوقتي مش ما فيهاش حاجات كتير، احنا في المستقبل احنا ما نعرفش هل هتبقى زي كانت زي زمان فيها زهور كتير وحاجات جميله، او هتبقى زي احنا في حاله دلوقتي يعني ما فيهاش زهور كلها راحت والزمن كلها يعني. هي اللي فازت معانا النهارده شيماء عبد الله، هي جريد 11 وفازت بلوحه من الكولاج استخدمت فيها ادوات مختلفه زي الورق والصوف والالوان مختلفه. هي بتدمج ما بين الماضي والحاضر، والحمد لله ان احنا كنا من المحظوظين يعني. المعرض الفني السنوي اللي بيستمر لمده اسبوع بيعتمد على تخيل المستقبل من خلال عيون الطلاب اصحاب المواهب والحس الفني الرفيع. انا كانت الفيرجن بتاع التليفون كنت انا برضو كنت عاوز اعملها جامد، فقلت زمان كان بيعملوا حاجه ودلوقتي كان بيعملوا حاجه تانية، فقلت هشوف ايه اللي كان فيه فرق ما بينهم وهعملها بشكل يربط الاثنين ببعض. فكرت ان انا اخد الفكره اصلا من اللي احنا بنعمله ده، اللي هي اصلا انا اوري الرسم بدا كان ازاي وبقى ازاي دلوقتي، لان انا لقيت الناس كلها تعمل مثلا عن الساعات او الموبايلات او الحاجات ديت، فليه ما اخدش مثلا من الحاجه او اللي احنا هنعمله اصلا اللي هو اصلا الرسم. فانا فكرت ان انا ليه ما اعملش حاجه زي كده، ليه تكون حاجه مختلفه تبقى فكره اصلا من المعرض اللي احنا عاملينه. انا قعدت اسبوع عشان افكر في الفكره عن حاجه تبقى ليها يعني فكره مختلفه ليها علاقه بالفضاء، ليها تختلف يعني مختلفة عن بس الإيرث يعني تبقى حاجة علاقة بالفضاء كمان. أنا مشارك بلوحة فنية بتتكلم عن الماضي والمستقبل جوه دماغي، وعايزة أشكر مامتي نسمة وأختي بسمة وأخويا الصغير علي وابن أختي آدم، و I want to thank my art teacher مش شيماء. الرسمة بتربط بين الماضي والمستقبل والحاضر،
ورسمتي كانت عباره عن ست واقفه بتبص، هي ست لابسه لبس من الماضي وكده، واقفه في الشباك بتبص على المستقبل والحاضر. وكانت مناقشه موضوع هذا العام ملهمه الفنانين كتير من الاطفال والشباب المشاركين بالمسابقه للبحث والتصميم وتقديم اعمالهم بشكل فني مبتكر لتخيل المستقبل. انا رسمت رسمه وهي عباره عن ان زمان كان في موبايل مش زي دلوقتي، كانت ان هي ما كناش ممكن ناخدها علشان emergencies، ودلوقتي ممكن ناخدهم ونعمل اللي احنا عايزينه وcommunication easier دلوقتي. احنا في المتحف المصري وفي بقى رسمات كتيرة حلوة، وكمان في رسمات بتعبر عن حاجات وطيور وحاجات. عملت بيوت كده مرسوم عليها حاجات كده، يعني مرسم عليها ومتلونة، وحطت شجر كده في الماضي واللي حاضر، لكن المستقبل حطت روبوت. رسمت السكاي علشان عندها ستارز وهم بيحب الستارز. رسمت رسمة بتعبر عن ازاي حاجات زمان ودلوقتي طورناها بقت ازاي. رسمت بنتين مختلفين، فافتكرت أقسم واحدة في الفضاء وواحدة في البيت عادي. احنا في المعرض هنا وانا كويس جدا. انا كانت جاتلي الفكرة لما كنت قاعد في البيت، كان في كرتون بتفرج عليه، فراح جاتلي الفكرة قلت احاول اعمله. كان عندي العاب كده كانت مكسرة شوية، قلت اخدهم عدلت عليهم واخترعتهم. والادوات هي كانت بلايدو وجسم لعبة قديمة وكروت بس. انا عملت كده عشان الجولد يوري عن الاهرامات وتوت عنخ امون وكل الحاجات المنوره الجولد، والبلاك عشان القوه عشان يثبت القوه، وعملناه بلاك بس، وعلى البتاع خلينا الهيروغليفكس اسود زي الهيروغليفكس الحقيقيه. تجربة عرض الأطفال لأعمالهم ورسوماتهم الفنية داخل المتحف المصري الكبير كانت ملهمة وأكثر تحفيزاً على محاكاة الماضي وتصور المستقبل، لتخرج إبداعات الطلاب مبرزة لعراقة الماضي وحضاراته العظيمة ومعبرة عن أفكار المستقبل وطموحاته. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.